عزمات عاشق تقديم الخدمات وحاول حل الأزمات لسه على فال فال في مقالم كل الحلقات لسه على فال فال في مقالم كل الحلقات أنا في خدمة الزملاء والأهل والأقارب والله أنا في خدمة الزملاء والأهل والأقارب أنا في خدمة الزملاء والأهل والأقارب ويا خفنا من خدماتي فيها دوائي ومصايب ويا خفنا من خدماتي فيها دوائي ومصايب أنا في خدمة الزملاء يا ناس والأهل والأقارب والله أنا خدمة الزملاء والأهل والأقارب أنا نعم جمعة في خدمة الزملاء والأهل والأقارب لكن أصبر يا جمعة أصبر يا سلمان انزل تحت في الأرشيف يا جموع انزل تحت في الأرشيف تنزل تحت يا جموع تنزل تحت في الأرشيف يا جموع سالفة ام نرجس ايه خطاب زين وجايب عريس زين وتقول ان مركز زين عشان يتزوج فاطمة وانت تعرفه؟ لا كيف الله يهديك يا عمي تزوج واحد ما تعرفه بعدين يا عمي اصحى زمن الخطاب انتهى وبعدين فاطمة ما صغيرة تتعلم والحق تختار وتنقل تبغيه يا ولدي احنا ايش بنخسر الحين خبر ايش بنخسر اذا شفنا الريال ونشوفه كيف زين شين بنعرف لكن تعال ناك سالفة ثاني؟ إيش؟ أنا الأبواب كلها مسكر فوي جينا وفاطمة تعرف؟ تعرف بس حزينة مسكين العموم يا عمي ما يخالف بس ما لازم يعرف العريس إنك تريد تخطب أمها ولا تراها بتصير مصيبة وبيقول عنكم إنكم عائلة ما يعلم فيها إلا رب العالمين أي جينا أقول لك وين بنقابل العريس حن؟ هنا عندي وفرصة إني أتعرف عليه بعد هنا؟ أي نعم في هذا المكان ها هنا؟ نعم ها هنا في هذا المكان ولو أني أنا مشغول يا عمي لكن ما عليه علشان خاطرك وخاطر فاطمة بس المهم يجي قبل الساعة 6 علشان المواعيد اللي عندي فاهم؟ ايه وشوف انت روح اضرب لك سبحة حين سنة على كيفك وغير ملابسك وانتظرني وانا بجيك وعن اذنك عن اذنك والله فكرت زينة لكن الحين لازم اتقفر على ريولي علشان ام نبهان ما تحس بي اغير ملابسي واتحرك يلا تغلب ولا تنغلب انا ايش يخصني انا زوجك يا مدام اذا وين الاهتمام وينه طول عمري وانا مهتمه فيك لكن ايش الفائده ايش النتيجه غير تكسير الضلوع وجبس سهام نعم هذه مباراه مصيريه اليوم يا قاتل يا مقتول يعني مو بغني البس الاسود وركب انت ولا بعد المباراه انتظر بصراحه هذا ما طريق للتفاهم المهم سترك يا رب في المباراه يا مغلوب بغلب
بغلب، بس اريد اعرف قبل لا اغلب من اللي مكوكنك عليه. ها انا جيت. السلام عليكم. انت ايش اللي جابك؟ جاي اهنيك مقدما اقول. وانت ايش يخصك؟ علشان اكون اول واحد يقول لك مبروك، وبكره البلاد تقول لك الف مبروك. ونسيت اللي سويته؟ نسيته؟ الله يهديك يا اخوي، اللي ما يعرفك ما يثمنك. الله يخليك لي يا جماعه ويحفظ لي اياها. انا دفعت دم قلبي كله. شو السالفه؟ دفعت ودم وقلبي؟ قصدها يعني انك انت ما مقصر وهي مالها غيرك، فحرام يعني تخلص دمك بايدك. صح كلام جمعه. صح زيها. مدام سام انت بتحضرين مباراه؟ بصراحه انا ما قدرت اتملك اعصابي. ولا انا بصراحه. ولا انا. ايش؟ لا قصدي انا ما اريدك انت تحضر ولا هي تحضر. انا بروح لنفسي وبغلبه وبضربه وبضربه ضرب الين افوز عليه. ان شاء الله بتفوز، هذا شيء مضمون ومدفوع ثمنه مقدما. عم صالح يا معه. دي ليش تاخرت الحين؟ المعرس قرب يوصل لحظات. ايش اسوي يا عم ابو نبهان؟ ترى انا ما فاضي غير حب مشاكل الناس وبس، وكذا المصيبه في يوم واحد. الله يولدك. الله يجازيك على الفعل الخير. قول امين. امين. بارك الله. ايش هذا؟ هذا بسكوت عشان العريس يلط. يا معه. نعم والله احل ما غيرك. نعم اسرشني. بارك الله فيك يا ولد. البيت هذا من غيرك ما يسرشني. كيف يا مات؟ كيف؟ عفا عليك يا عم، انت مهما كان عمي هو انا مالي غيرك. والله خيرك. انت مالك غيري. نعم. اي نعم يا عم. الله يحفظك. وايدك على ايدي، خلينا نحيي الجو العريس. يستاهل يستاهل. مثل ما يقولوا. ها عبالك عاد. انا اول مره اشوف رجال وحرمة زوجي قلتوا وما بعدهم ما تدري. يا عم خذ عفو. خذ عفو. يلا تفعل. يلا. الآن سيصبح في بيتنا رجال. أهلاً أهلاً. أهلاً وسهلاً بالمجتمع كله. أهلاً بخالي. أهلاً بعمي. أهلاً بأخوي دحان الصغير. مرحبا. أنت بعدك كذاب بيأكلون في بيته. أهلاً بخالي. أهلاً أفوا أبي. عطوه شغله. وابوي وابوي وابوي. الله يصرفك صرفك سريدني. أمام التوكية بعد ما بدت ضرب القاضية. نعم أقول. نعم هذاك القعري ذاك الدرام ذاك من؟ أنت ذاك خالي ذاك الخير والخضرة كلها. وهذاك اللي متكفت هذا ذاك ود خالي ما تشوف الشبه؟ اي نعم. هذا حيده ضعيفة مو مؤكلته. هذا عنده فقر دم مسكين ذي الايام يتعالج وحليله. كلاك مستوي. اي نعم. وذاك ها الدحانة عاد حليله اخويا للدحانة. شوف مساكين. اقول لك نعم هذيل الناس ما كأنهم جايين قبل موعد اهلش ذيلة من تسخين. الموعد سيحين ان شاء الله وساعة الصفر قريبة. صفوة ولا معدن؟ ستنطلق يا سلمان بعد العد التنازلي كما انفجر تشالينجر. ها؟ عص عص من هاني شحطوه سوي لنا حبال سوي. يا الله يعينك ولدي. الله يعينك. يا الله يا الله يا الله. توجي مالش يا بنتي؟ مالش متضايقه وشايله همور الدنيا فوق راسي. ما دام انكم اتفقتوا مع الرجال خلاص ان شاء الله بيغلب. بس انا خايفه يا عمي. خايفه؟ أنا لازم أروح أشكر جمعة هذا بنفسي. هنتظر لما تطلع النتيجة كذا ونروح مع بعض. النتيجة مضمونة يا بنتي، بس أنتي أعطيني العنوان عن قريبي بالعنوان. عمي أنا بعطيك العنوان، بس لا تقول سالم السيرة عشان بعدين لا يتعقد وكذا، خليه يحس إنه فاز بنفسه بقوته. إن شاء الله ولا يهمش يا بنتي، المهم أنا لازم أروح أشكر صاحب الفكرة الطيبة هاي. هي نعم لازم. هنا العنوان أشوف مش واقفة. هو هذا العنوان. هو هذا؟ يلا انزل مع السلامة. تعرف تقرأ؟ أعرف أقرأ بنتي أعرف. يلا
بروح بتبدل انا اروح عشان اروح على الجماعه اشكرهم. يلا مع السلامه. وعليكم السلام الوالد. حي الله. كيف حالك؟ الله يعطيك العافيه. مخبارك؟ الحمد لله. اقول تعرف وين بيت الاخ جمعه؟ ابو يشتغل في شركه المياه المعدنيه. بس خلاص واصل هناك. هناك اي فوق. يا اله الا الله، اصير وحدي فوق اتعنى؟ تباغ له. لا اله الا الله، ما شلفت ما ششيت شلونا بي. لا اله الا الله، محمد رسول الله. تو هذا المسافة بطلعها وحدي؟ لا مو أسوي. يا عمي صالح، حمد إيش في بالله عليك؟ أي حمد أنت بعد؟ الله يهديك معه. حمد الحين صار شيء ثاني، راجل عصامي وصاحب قراج. حمد وحمد وحمد. أي نعم حمد يا عمي. أنت خلينا من هالعصامي وهالمحترم ذي، خلينا نشوف المعرس أول. يلا ها تفضل تفضل. السلام عليكم. وعليكم السلام. انت معقوله؟ ايش السالفه؟ انتوا مالكم تشوفوا علي كذا؟ وين جمعه؟ انا جمعه؟ معقوله؟ معقوله النرجس ترميكم في خرابه؟ فاطمه تتزوج هذا؟ انا بصراحه سالت عنكم في البيت وطلعت لي عروس صغيره وحلوه ما شاء الله. قمر نعم قمر، وقالت لي انكم هنا جمعه. نعم. يمكن الاخ ابو المعرس؟ الله يمكن. ايش هذا ايش هذا؟ بسكوت وشاي؟ يعني انتم كنتوا عارفين اني انا جاي هنا على ما اني ما مخبر حد. ما ابوي ما ينفعك هذا ما ينفعك، هذا بيخرب لك اسنانك. هي ولدي عندك حق نعم. السكر هذه الايام تعبني واجد نعم، والطقم هذا جديد وحديد. الله لا بارك فيك يا ام نرجس. اقول انت عندك اولاد؟ واجد. خليني اشوفك بس يا ام نرجس. وعندك اخوان؟ كثير. وجيران؟ اوه بلاد مكبره. وأحفاد؟ والله ما قادر أعدهم من كثرتهم. لكن أقول لي، نعم، ليش كل هذه الأسئلة؟ وحافظين كلهم الفاتحة؟ حافظينها؟ أنه بعدني ما حافظين. حافظينها طبعا، بيقروها على روحك إن شاء الله. يا الله يا حديد حديد النخرة أنت بتتزوج؟ النخرة اللي مقطوعة عنك الكهرباء والمال؟ أتزوج؟ ليش أتزوج وانا ما قادر امشي؟ بتشوفوني كيف متكسر؟ اي 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 اي. يعني انت مال عريس؟ لا طبعا. انت من عجب؟ انا ابو سالم زوج سهام. ابو سالم زوج سهام مسكين. وفاز سالم؟ فاز؟ وانا انغلبت. وايش اللي صار زين؟ انا كنت قايل يا ابويا شكرك على فكرتك في سالفه سالم عشان يغلب. يعني هاي ما تعرف تمسك سر؟ لازم تفضحني. المهم ابوي انا رايح، والله لا يعطيكم العافيه ان شاء الله. يا حقي فاتحين مقصف ضرب نعم، وطايحين في خلق الله. يا الله يا ضلوعي سامحنا يا الحقي سامحنا. يا مصاريني تقطع. حول ولا قوه الا بالله. تبغى يسامحك وانت مشرخ ظهر بخيزران بعدك؟ الله هداك يمع. وانت لا يعني انت لا يعني انا شويه. انت ايش سويت في الشايب؟ بس انت مالك شغل في السوالف.
كيف حال امك الحين؟ كيف صحتها؟ مثل ما هي. وانت يا هنيه ايش تسوي ومخلي امك وحدها هنا؟ انا جاي اقول لكم ان اتصل واحد اسمه سيف. سيف؟ وكيف عرف الرقم هذا بعد؟ ما اعرف، هو قال لي روحي خبري جمعه انه بيطرش لك ناس عشان يضربوك. يضربوني؟ ايه. لا حول ولا قوه الا بالله، هذا الخميس ما راح يخلص، هذا اطول خميس في حياتك. بنتي يا فاطمه، روحي لامك هناك وقعدي معها وطمنينا عليها زين. يا سلام يا ابوي، وين كانت هذه الحنيه من زمان؟ اقول با، نعم. انت متى تجي تخطب امي؟ ليه ما تروحي من قدامي ولا برنك بهالخزران. يلا انا ما مستعده اتزوج بهالطريقه الا اذا انت تتزوج امي عن طريق الخطاب. بنت سمع الكلام وطلع برا ولا برنك بالخزران الحين. لا تتهاوشون يا جماعه، لا تتهاوشون يا عرسان، لا تتهاوشون. سيري يا فاطمه سيري. يلا هل عليك. يلا عمي. عم حان وقت الجد، ترى في ناس جايين حال الضرابه. عفا عليك، فالك الطيب والغنايم فالك. والمساله تراها صارت جد بجدها. وعمك عند ويهك، وفيها حي وفيها ميت. ان شاء الله معاك في كل درب معك. لكن تعال، أنا نسيت أقول حال فاطمة تتصل بالطوارئ. السلام عليكم. عليكم السلام. مرحبا عايدة. مرحبا عايدة، أهلا وسهلا. السلام عليكم. مرحبا، كيف حالكم؟ طيبين كلكم من صغار وكبار؟ بخير الحمد لله. جماعتنا والجيران أظني ما شعلون، ما في أخبار، ما حد يفاكم بعيد. بس يسدك يسد. هذه أنت يا عايدة أنت؟ أيوة عايدة يا سلمان، أبوي معاي، إحنا جايين حاضرين حسب الموعد. حسب الموعد. أيوة يا رجال، استعداد ابتدي، وإلى الأمام سر، وإلى الهجوم ابدأ. سوي للهجوم ابدأ. بس عرفت. غبت، رحت فيها يا سلمان. وأبوي لحقوني لحقوني. تشاهد على عمرك يا سلمان، حان وقت العقاب. معقولة يوصل بي الحقد لهذه الدرجة؟ من؟ العريس؟ لا، واحد قريب نجوى مطرشنا سيف عشان يجي يضربني هني في البيت. أني بنبهان وبعدني، خليه يوصل يا ولد أخوي ولا يهمك. إن ما شرشحت لك يا بهالخيزران وبراوي شغلة، ما كون أني بنبهان، خليه يوصل بس. إيه بس الثاني بعد جاي. من؟ اللي خص نجوى؟ لا العريس. ما يهمك أنت، خليه يوصل بس. أول بنغسل لك اللي غسل وبنعطيه شغلة تمام، وبعدين يوم بي العريس بنستقبلها بصدر رحب وعلى راحتنا. خلاص خليه يجي. وينه؟ اني له بالمرصاد هاكله. انا جيت. انت جيت؟ انت من؟ انا العريس. ايه عريس، انا لا يمكن اتزوج واحد مثلك. وانا اتزوج واحده مثل هذه؟ ايه انت ايش تريد؟ حاشا، ذي انسان كذاك. ايش قلتي؟ قصدي من انت؟ من انت اللي عليك العين. ابوي. وين ابوك؟ ابوي هناك فوق. حد قمع اطلع له هناك فوق. ياكم لنا ماين يالله، هذا حتى شوفته تخوف. اي والله، لكن من هذا؟ خليه يجي، خليه يوصل. أنا أصلا ما خاف إلا من ربنا سبحانه وتعالى، وإن لم يمت بالسيف مات بغيره. الله أكبر، والعز لله يدوم. عز الله يوم. خليه يجي، خليه يجي. هنا هنا أنا هني. ها أنت؟ أيوة أنا. أهلا أهلا يا أخي، وين أنت؟ وين أنت اللي ساكن هني؟ اي نعم، انا اللي ساكن هني، وهذا عمي صالح ساكن تحت. نعم انا عمه. نعم أهلا. يسعدني ويشرفني ان اتعرف عليكم، وان شاء الله بنحل كل شيء. بتحل كل شيء؟ ها نعم بتحل كل شيء. ها احنا عارفين كل شيء، عارفين ان هي مطرشتنك هني. طبعا طبعا، وهذا صحيح.
تعال بعد يعترف والله يعترف. سمعه سمعه طبعا طبعا صحيح ها ما عليك. وانت عندك اخوان؟ وانا ايش خصني من اخواني، المهم ماني. وحافظين الفاتحه؟ طبعا بيقرونها على روحك ان شاء الله. خلص عليك ها اسمع كلام سيف. اي سيف واي خنجر، انا العريس. اهلا يا هلا بالعريس، حي الله ولدي. سامحنا يا ولدي، والله سامحنا ما كنا عارفين. حي الله بيك شيفه. انت ايش سويت؟ ايش سويت انت؟ خبرني. تعال اخوي تعال تعال كل تعال كل تعال كل. خلاص خلاص انا كليت يا اخي. ما علي يا اخي، احنا اسفين يا اخي، سوء تفاهم يمكن، سوء تفاهم. ما عليه، ما يقول ما محبه الا بعد عداوه. صح صح. اي عداوه واي حلاوه، هذه وحشيه. والله احنا صدق احنا افتكرناك انك الرجال اللي جاي يضربنا يعني. ما عليه اخوي ما عليه، تفضل تفضل. تعال ولدي تعال. بسم الله. لا انفذ بجلدي، مع السلامه. كيف حد يتزوج من ناس مجانين مثلكم؟ منك منك يا منرجس. يا معرس يا معرس تعال تعال الله هداك. زين اللي سويته الحين؟ زين خيال محترم يا يخطب بتعمك، تروح الضربة ايش تمسح على وجهك؟ انا ايش عرفني انه معرس ولا مفترس يا عمي؟ ما علي يا عمي سامحني، ما علي امسحها فيني يا عمي. ما علي، انا صحيح خربت عليك ان انت تبي تزوج فاطمة عشان تفضالك الجو وتتزوج امها يعني، لكن ما علي، كل شيء له نصيب يعني. ايش اسامحك ايش اسامحك الحين؟ بنت عمك من هين بيها خطيب؟ قول لي خبرني. مشكلة عادي. ها انا حمد؟ اي نعم حمد. للاسف تدوروا على الغريب وما راضين بالقريب اللي شاريكم. ابدا، انا اصلا لا يمكن ازوج بنتي واحد مثلك، فهم؟ وليش يا عمي صالح ليش؟ وبعدين انا اولى من الغريب. نعم يا عمي كلامه صحيح، حمد اولى من الغريب، انسان مخلص في عمله شغول وصادق في نواياه. فهم؟ انا يعجبني الانسان المخلص الشغول واللي صادق في نواياه واللي كل مجتهد نصيب. نعم. ها عمي صالح. نعم. ايش قلت؟ اقول يعني اقول يا عمي خلصنا، قول وريحنا. خليني اقول يعني ما اقول. قول. اقول وموافق والله. نعم. الله يا عمي. بس اول لازم اخذ راي فاطمه. لا فاطمه موافقه خلاص، خاصه لما عرفت ان حمد صادق في نيته وشغول انسان مجتهد. بس لازم اسالها يا يمع. لازم اسالها حتى هي بعد تسالك، عشان هي تتزوج حمل وتتزوج امها بعد. يلا مره واحده يا مثبت العقل يا ولد، امي انك انت يا فاطمه. فاطمه يا بنتي فاطمه، فين هذه بعد؟ فاطمه تعالي. اها تقعد ورا باب تتسمع كلامنا. زين المهم شخص انا انك الحين. ها ايش قلتي؟ اللي تشوفه. مبروك يا حمد. الله يبارك فيك يا جمعة. يلا انت بعد عمي صالح شد حيلك علشان يكون العرس عرسين. يعني انت عارف البلو اللي انا طايح فيها؟ المهم انتوا حافظين الفاتحة؟ حافظين. نقراها على روح زواجكم ان شاء الله. ان شاء الله. انا اذنكم يا جماعة، انا اذنكم. وين؟ بروح اشوف سلمان وبعدين اطمن على زوج سهام وبعدين برجع علشان اخطب على عمي صالح مريم يعني. انت دومك مستعيد يا ولد، اقعد معنا شوي اقعد. انت عارفني يا عمي ان انا خدام الزملاء ولازم احشر نفسي في كل شيء، لكن افتن لا. على اذنكم. واضح. أنا جاي تعرف حلمو؟ أرجوك لا تشكرين ولا شيء، أنا ما سويت غير الواجب. وبعدين أنا ما أحب السوالف هذه، عزائم مع عزائم ورحلة وذبيحة، لا 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 أحب الصحة. وبعدين إحنا سوالف يا ضيف يمكن تفتي وسالف زوج مثل أخوي يعني. تعال إحنا. تعال.
من هذا؟ هاي العكاز ما غريب علي، كنا عكاز سلمان. هذا زوجي سالم يا متوهم. شعورك هذا ابو سوافيذ النمونه؟ والتوصيات اللي قمت فيها انا؟ لا توصياتك طلعت خاويه ولا منها فايده. والله الايام صار ناس ما يتمن عليهم ابدا. يعني مواعيدهم صارت اي كلام، لا في اخلاص ولا صدق. يا طلوحي، يا راسي، يا دنيا، والف بس 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 هدي هدي هدي، ما في داعي ما في داعي. لا يسمعونك بعد يختارونك مطرب وتبلينا، احنا ما ناقصين. اعذنكم على السلامه. هي سايم؟ ما عليك يا جمعه، ان كان ما طلعت توصياتك هذه ما اكون انا سهام. نعم سهام سهام. نعم مو باغي يا ابو من الاسود. نعم انا لازم اقابل مره ثانيه، لازم بعد. اصلا انا ما بقي شيء عشان تغلب فوق لو ذاك، ولا غلبت ولا عندك خبر. ايش يعني ايش؟ اصلا انت ما نافع، مودي لك دوري هين طوله وين عرضه، وتاخذ ابو على وزن الذبابه. يا سهام ايش يعني لازم اقابل مره ثانيه؟ ايش فيها يعني؟ خليه وحده بيقوم، ويوم بيقوم بيغمى عليه اغماء للابد. صح يا رجال؟ صح. كذا كباكم. ايش اللي حاصل الحين؟ انا ما فاهمه اي شيء. ما فاهمه شيء؟ ما انت العروسه؟ انا اشكرش على هذه الروح الرياضيه، وبصراحه لما جاني ابو سلمان وقال لي انك انت موافقه فرحت كثير وتمنيت اني اشوفك، عرفت انك انت انسانه عظيمه. ابو سلمان من ذبا؟ أنا أبوي ميت من 20 سنة. أبو أما غريبة. مو قلتي لي أنا أوافق على زواجك أنت وذا الفارط؟ لا يا حبيبتي لا، مو عشقة وقيش ولا مو. وبعدين انتي تعالي كيف تبي تتزوجي واحد متزوج وعنده بنية؟ لو سمحتي يا أخت موزة. مو لو سمحتي لو ما لو سمحتي. وبعدين كيف تبني سعادتك على تعس الآخرين؟ كيف تتزوجي واحد أكبر منك بسن وعقل؟ تعال انت يا الكسيحة يا الشيبة يا رجولة في القبر يا اللي ما تخجل على وجهك، باغي تزوج بنتك رجال متزوج وعنده بنت كبيرة. أنا قلت لها يا بنيتي لكن الله يهديها ما رضيت تسمع كلامي. أفهم من كلامش إنش ما موافقة وإن جايتنا هنا غلط؟ وحضرتش يعني معلش ما مقتنعة؟ لكن انت ما منش من هذا، من هذا الشايب الفارط هذا، هذا اللي باغي يعيش في زمانه وزمان غير العب، ما منش من هذا. أنا من منغصر اللي عيشتي غيرش انتي؟ من اللي مخللني أدور على رايحة خارج هذا البيت غيرش انتي؟ من قولي لي؟ يا العيار، يعني انت ما يغمى عليك؟ أنا يغمى عليك كل ساعة يغمى علينا. يا أبوي إن شاء الله كل شيء بيتصلح. كيف يا بنتي بيتصلح كيف؟ هذا أمي شالكتني معذبتني في حياتي، كل يوم تغسل الملاكمين والمصارعين علشان يعذبوني ويضربوني ويهلكوني والله. وانتو يا البعران انتو من قالكم ان هذا ابويا؟ بس 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 الحين عرفت، هذه قمعة ما حد غيره. نعم هذا الانسان اللي بنغسل في عيشتي. نعم يا ولدي الله يهديك، هذا ابوك حمدان. انا يا حمدان؟ انت مو حمدان، قلت لك انا ابوي مات من زمان، ليش ما تفهموا انتو؟ بس 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 عرفت الحين، تأكد أنا هذه اللعبة لعبناها من زمان أنا وجمعة، أنا وجمعة لعبناها هذه اللعبة، هو هذه جمعة، هذه جمعة، هذا والله السلطة سلطة، منغسل اللي عيشتي. نعم أنت عن جمعة ولا تجلس تتكلم عن الرجال. بعد ساعة تدافع عنه، قالت تدافع عن جمعة؟ أنا والله العظيم لولا دفاعش هذا كان فنشته من الشركة من زمان. كان تخدر. وبعدين إحنا ما جبنا الكلام من عندنا، هذا العم نصر موجود هو اللي قال الحقيقة. وهاي الملعون تو باغي تتهرب ها؟ لا لا يا عايدة لا، أنا أقول الحقيقة. نعم ولازم أقول الحقيقة، لأن النار من قدامكم وأربعة بعران وراكم، فأين المفر؟ ما شاء الله الحمد لله رب العالمين. أنا سير أفتح الباب على ذنكم، جان الفرج وسأفتح الباب. يا الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. مبروك مبروك والله يتمم بخير إن شاء الله. ما شاء الله شوف الحبايب كلها متجمعة هنا اليوم. ومن بعد أنت؟ أنا المعلم. نعم المعلم، الأخ سلمان قال لي إنه عنده ملك اليوم ويتزوج فجيت. إيه أنا قلت هذا الكلام؟ اي نعم قلت هذا الكلام ولا نسيت؟
اني انا اللي احقد قرانك في كل زواجه، وانا اللي احضر طلاقك لما تريد تطلق ولا مو. اي زواجه واي طلاقه؟ لا 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 لا، هذا انسان جالس خلاص. انت اللي مسلط لك عليبة. انا اللي مسلط ولا اللي انت تمسك اماره بالسوء وتسلطه؟ شوف يا سلمان يا ولد، الجزا يكون من جنس العمل. هي غبتي يا موزي، غبتي يا مو اسوي فيك، مو اسوي اقطعك قطعه قطعه ولا تفكر تفرف وورك عقلك لا مسنانير. ابوي ايش؟ انا كنت بسرق مكم ان شاء الله. اعتقد حتى الحين متزوج اجي سبعه. نعم نعم، هاي طبعا غير موزي، وانتي بتكوني التاسعة ان شاء الله. اهلا شراكي، اهلا. انا يا لكن الشهادة لله، الشهادة لله. رجال يعرف الاصول. نعم، ما في ذمته تو غير اربع فقط، لا غير، لا غير. كذاب، والله العظيم انت كذاب كذاب كذاب. معقولة يا جماعة الخير رجل مثلي يكذب؟ ما يستوي، ما يجوز. يا رجال هيا الى القتال. وضعك 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 وحش وحش. احسنت يا معلم، مع السلامه، تشرف. انا بس أريد أخدم يا مدام، أنا خدام الزملاء يعني. إيش 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 إيش؟ لا بقى خير خير، مو مو أنا مو مو صار مستوى. أنا يا ربي هين سامع الجملة الفعلية هذه هين؟ أنا 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 قصدي يا مدام، قصدي إنه يعني قصدي أقول زواج مبارك إن شاء الله، ورقم أولمبي جديد إن شاء الله. نعم هي. صالح اوي، اصحى اصحى اصحى. هذا انت يا جمعة؟ اي انا. فكرتك مريم اول. مريم أي. خير؟ اي الخير، الله يسلمك. كل مرقد هني وتصحى لي تصرخ تفكرني حرام. زين عاد امون، هي عينك ما تشوف الا النور. صراحة يا عمي انت غريب عليها. حتى انت بعد جمعة الله يهديك. علشان كذا نايم هنا عندي اليوم. انا جالس انتظرك، كنا عشان نروح نخطبها يا الربع. لكن ايش فيك؟ ايش هذا؟ ايش هالملابس؟ انت كنت في حفله تنكريه ولا شيء؟ لا 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 يا عمي، كنت اقوم بعمل انساني بينخرف في بيتي ان شاء الله. عمل انساني ولا عمل شيطاني؟ هذه وجهه نظرك ونظر امثالك. ولد ولد، قصدي انا اعزك عمي واحبك يعني. الا بعد، الا بعد، خلصنا. تعرف يا عمي هذه موزه وسلمان مسوين مثلك انت ومريم، بس هم متريشين وانتو لا. انت عينك زايغه وعينه زايغه وفارغه، بس ما عليه خليه يتأدب، هذا يستاهل عشان يتأدب. انا الحين ما يهمني غير مريم. تعرف يا عمي مريم وموزه نفس الشيء، بس مريم فقيره مسكينه وموزه متروسه، متروسه ذهب، اقصد خزانتها ذهب. ومريم مسكينه خزانتها متروسه كلها تسلط وشحطه ولسان 3.5 ريالات طوله. اي نعم، لكن يا عمي انا تراني خدماتي واضحه عليكم، لاني خدام الزملاء. خدماتك واضح؟ نعم. ولا خرباتك اللي واضح؟ حنا ايش ودانا في داهيه غير خدماتك هذه؟ نعم يا عمي، الانسان احيانا محتاج في حياته الى ملح، شويه ملح، علشان يحس بالفارق في الدنيا هذه. انت لا تقعد تفلسف علي الحين، خلص خلص. تعرف يا عم اليوم سلمان بيبات الليله برا البيت، وطبعا برا البيت معناته برا الشركه، يعني ما جاي يدخل. اي نعم. وتشوف هذا هو الحل الحين؟ طبعا طبعا يا عمي، الانسان لازم يبعد عشان يحاسب نفسه ويكتشف اخطائه. لما يرجع لنفسه بيكون على نجره مع نفسه،
فلذلك الإنسان محتاج إنه يراجع نفسه مع نفسه. فهم قصدي ولا لا؟ أنا ما أريد أفهم. أنا أهم شيء عندي مريم الحين. بنروح يا عمي، ما يهمك بنروح. أنت ليش مستعجل؟ أنا خاف مريم ما توافق. لا، أنت شوف، تقدمني وأنا جاي وراك على طول. إيش؟ إيش هذا اللي جالس تقولي؟ أنا بصراحة أستحي. يا أمي، أقصد يا أختي، هذي اللي جايني خطبوش، فليش أنا جالسة أقول إيش سيري داخل تزيني؟ عشان لما ناديش تقيي. المهم أنا بشوفه ويعجبني. يعني تشكي في ذوقي؟ لا، بس يعني أنا اللي أتزوجه ما أنتي. عارفة عارفة أنا ليش عجب ياسا أقول إيش سيري داخل؟ علشان تشوفيه وتكلميه وتجلسي معاه بعد. بس المهم أول شيء أنا أتكلم معاهم. المهم أنا أوقف ورا الباب وأسمع كل كلامكم. زين، يلا يلا سيري سيري. أكيد هم سيري. زين، متى تنتهي هاللعبة ونعقل؟ يسووها الكبار ويطيحوا فيها الصغار. زين، لحظة لحظة. مساء الخير يا أنسة فاطمة. أهلين جمعة. معي ضيف مهم. تفضل يا عم صالح. بيمين بيمين. بسم الله الرحمن الرحيم. أنا فاطمة، كيف حالك؟ إيش فاطمة هذه؟ قول يا أنسة فاطمة، أنت غريب العين. يا مثبت العقل يا ربي. أنت تبغاهم يرفضوك من أول مرة؟ وتشوف نفسك برا يعني ولا كيف؟ هذا بيتي بيتي. هذا كان زمان زمان. تفضلوا تفضلوا تفضلوا. تعال تفضل، خل خل. اهلا يا انسة فاطمة. هذا هو الكلام الزين؟ تفضلوا. استريح ان شاء الله. احسن ندخل في الموضوع مباشرة. نعم. المثل يقول خير البر عاجلة عاجلة. خير توكم الحال. مخلي عمرها ما تعرف. انت قلت شيء يا استاذ؟ استاذ انا ابوك ابوك. كيف يعني؟ أخليكم شعنك ولا كيف يعني؟ يا معقعد، أنت قاعد الحين خير؟ إيش ناك تكلموا قولوا. بصراحة أنا جايينك في موضوع حساس، والحساس يحس، والإحساس لما يكون حساس يعني. بسك بسك، ياتنا حساسية من كلامك، خلصنا. أنت ليش مستعجل؟ الأخ صالح الشاب المخضرم اللي عمره ما شاء الله، إيش أقول يعني، قمر 45 60 70. المهم الأخ صالح جاي يخطف، قصدي يخطب بالآنسة، أقصد الآنسة مريم يعني أخت جنابكم. ها إيش أقول لك؟ بس مريم بعدها صغيرة على الزواج. لا مثبت العقل يا ربي. أنت ليش تصب؟ شوف كيف، بسبب وبدون سبب، من الفرحة من الفرحة. أرجوك يا أنسة ما نحرم من بعض. يقولون الطيبون للطيبات، والعجوزون للعجوزات، والشباب للشابات، قصدي يعني. وأحسن ندخلهم مستشفى وغرفة واحدة، أقصد حياة واحدة. يلا إيش قلتي، خلصينا. والله أنا لازم أسألها أول شيء، لأن هذه حياتها كما تعرف، وهي حرة فيها. لا حقا، نعم حياتها، نعم حياتها. ولا أنت لك رأي ثاني يعني؟ رأي؟ أنا مالي رأي، أنا صورة لا أتكلم ولا أنطق. الرأي رأيكم أنتم. نعم. وأنت من متى كان لك رأي؟ من متى؟ أنت ما عليك إلا تأكل وتشرب وتنام وبس. المهم يا أنسة فاطمة، الأخ صالح رجل حقاني ويحب المدام، أقصد يحب الآنسة مريم يعني. أنت كيف تقول عنها مدام؟ أنا صح، آسف نسيت أنك أنت أختها، نسيت، آسف. لو سمحت لا تنسى مرة ثانية. ما يخالف إن شاء الله. حاضر يا أنسة فاطمة. المهم إيش رأيك، إيش قلت يعني؟ والله كما قلت لك، الرأي رأيها، بس نحن أول شيء نسأل على ظروف الأخ صالح ونسأل عنه. حقها يعني، حقها. اي حقها واي بطيخ. انتي اللي عرفي ان امك المينونه ما بنتي، ايه صار عقلك؟ خبري. انا لازم اشوف يعني انت تستاهل تصير ابوي ولا لا. نعم حقها يا اخي، حقها. اكسر لها ايدها، اي حقها. لا، الظاهر اني انا برفض هالزواج. حقها يا اخي، حقها. انا لازم اطمن على ابوي اللي تزوج امي، ولازم اعرف اني انا اذا كنت بعيش بينهم سعيده ولا لا. فلهذا لازم اسال عن التغيير، واسال واسال. من حقك، لكن انت هل انت يا ترى موافقه على المبدا؟ افكر. كما تعرف يا جمعه، الزواج ما لعبه، ما كل يوم هواش ومشاكل، وانا جالسه وسطهم ولا فاهمه الشيء ولا عارفه كيف اتصرف، وكل شيء حلو في حياتي يطير مثل السراب.
فاطمة حقها يا أخي حقها. مريم يا مريم تعالي تعالي. ما شاء الله ما شاء الله يا أرض احفظي ما عليك، يا أرض احفظي ما عليك. إيش الحلاوة إيش الجمال، برق نعم برق، رعد رعد. شوف الإنسان كيف صار وجهه أحمر، شوف كيف. أنا لا وجهي أحمر ولا أصفر. أنا ما شفت وجهي أحمر من كذاب، نعم ما شفت. جمع أعتقد أنت سمعت كل شيء يا الماضي، أنت جالسة تسمعين من وراء الباب. من المعرس؟ هل فحل الضرغام؟ أنت؟ إيه أنت إيه؟ اصحي يلا خلصيني يلا. اصحى انت اصحى. ايه اسكت لا تخرب علينا اسكت. جمع ايش رايك يا آنسة فهالكشخة هذا هالضرغام هاي ترى فور ويل ما يغرز. نعم ما يغرز. جمعة جمعة قصدي يا ام فاطمة اقصد يا آنسة مريم يعني. ها ايش رايك فيه عاجبنك ولا لا؟ يلا خلصينا يا بنت الحلال ورانا شغل يلا. الظهر يعني ظهر انك ما صاحي يعني وسكريمك. ايش فيها سكريمي بعد؟ با نعم با من با؟ بابا رحمة. اقصد بابا نويل. بابا نويل ها اقول مبروك ونجيب لكم حفار، قصدي نجيب معلم يعني. ليش معلم؟ اول خلي يجيب الشبكه ويخطبني ونتفق مع بعض واعرف هو ايش يشتغل، مدير ولا مدير عام، وكم سياره عنده وايش من النوع وكم رصيده في البنك. اي انت خليك مريضه ولا مينونه ولا مصدومه احسن. ابوي ليش؟ الا ان اللي تقول امك. اي خليه هي صاحي وانا بين يا مثبت العقل يا ربي. زين كذي يا امي، هذا ابوي الحين هرب. يا علا ما يرجع إن شاء الله ويحمد ربه يوم هرب، ولا كان الحين هو في المستشفى. إيش هذا الكلام هدى؟ أنا ما أريد أسمع سيرة أبوش مرة ثانية. وبعدين سمعيني عاد، أنتي ما صغيرة، وأنا بصراحة قررت أن أطلب الطلاق من أبوش. لا لا يا أمي، أبوي لازم يرجع، لازم يرجع ويعيش بيننا. هي يعيش بيننا يحتاج أفتح غرف حال حريم أبو راضفنهم سبعة ولا عشرة. كذب كذب يا أمي، أنا بنفسي سألت عن المعلم هذا اللي يقول عنه، قال لي ما يفشى عن هذا الموضوع، واللي سوى هذا الكلام كله يبغي يدمرنا ويشعل النيران في بيتنا يا أمي. إنزين اللي سمعتيه بنقول كذب، لكن اللي شفتيني في البيت يعني العروسة اللي جات وأبوش باغي يتزوجها، إيش تقولي عنها؟ يا أمي أبوها بنفسه ما اعترف قدامك إنه واحد مثل دور جدي عشان يسوي هذا المقلب، وأنت عارفة يا أمي إن جدي ميت من 20 سنة وهي كلها السالفة مستوية. هودة كفاية يا أمي كفاية، أنت تفتكر أن المشاكل تنتهي بالطلاق؟ بالعكس يا أمي، الطلاق هو السبب الأساسي لتشريد الأسرة وضياع الأولاد، وهو السبب بعد في تعدد الزوجات يا أمي. يا سلام، يعني أنت مع أبوش شايفة الغلط لكنش تشاركي الرأي. يا أمي من حق أي إنسان يتزوج مرة واثنين وثلاثة وأربع، بس يكون للضرورة، خاصة إذا ما لقى الحب والتفاهم في بيته أكيد بدور عليه برا بيته. خلاص خلاص يا أمي لا تحاولي تتهربي من الحقيقة، أنت عارفة إنش دائما تضغطي على أبوي والسبب الفلوس والشركة، وياريتنا ما كنا نملك شيء، ياريت كنا نملك الحب والتفاهم والسعادة. هودا أرجوك لا تتدخلي في المشاكل اللي بيني وبين أبوش. بس يا أمي أنتوا نسيتوا إن أنا بينكم. وإيش ناقصنش يعني؟ يا أمي أنا ناقصني الحنان، ناقصني السعادة، ناقصني الحب والتفاهم، أنا أتمنى أشوفكم مرتاحين عشان أنا أكون مرتاحة بينكم. إيه بس حد أبوش. أبوي وين أبوي يا أمي؟ الله يعلم إذا بتشوفه ثاني مرة، الله يجازي اللي كان السبب. معقولة؟ معقول أنا أخدم كل الناس وأنسى نفسي؟ لكن لا لا، أنا الأوان، أنا اللي كان بين السحاب وسط النجوم، لازم يكون صوتي عالي علشان أقوله بكل صراحة. نجوى نجوى أنا إيش نسيت نسيت نسيت. يلا أنا ملحين وباكر الصبح يمكن أتذكر، حول ولا قوة إلا بالله. نسيت 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 نسيت.
تعالي الله يرضى عليك. ان شاء الله يا ابوي. جلسي. هذا عنده ثروة آلاف 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 يا بنت الحلال، في البنك عنده آلاف. أنا أقول ليش وافقي، بس أنا ما أريد يا أمي، ما طيقة ما واطنة، ما لازم، بس المهم تزوجي. بس هذا دمه ثقيل. خففيه خففيه، خليه يتبرع بدمه، خففيه. بصراحة يا أبوي أنا 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 أريد حد ثاني. غالي؟ لا، شخص عادي، زميل في الشغل. على راحتك يا بنتي، هذه حياتك كنت حرة فيه، بس الحياة عمرها ما كانت حب بس، والحب عمره ما يحقق الأحلام، بس الفلوس تسوي معجزات، وهذه آلاف آلاف، وعلى حسب ما يقول راعي المثل، إذا دخل الفقر من الباب طار الحب من الدريشة. بس هذا الإنسان ما ينطاق يا أبوي، ودائما حاسسني إنه يريد يشتريني بفلوسه، هذا الشيء أنا ما أقبله، يولي هو وفلوسه. أنا معاكي، والله يعلم إني ما أقبلها، لكن ما بليد حيلة. تتزوجي وتخلينا نحصل اللي نبغاه منه، وبعدين تغيب غابت عينه. لا ابدا، هذا ابدا ما يصير. هذا اكيد وصل، جبنا في سيرته. تقصد جبنا في سيرته القط قام ينط. يا الله. بطيحنا بطيحنا. وعليكم السلام ورحمه الله. مساء الخير خالد. مساء النور. مساء النور. هلا هلا. مساء الخير محمد خالد. ايش هذا كله وايش مسوي بعمرك؟ شويه هدايا عشان تقنع عيونكم. تعال 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 قرب تعال. ما شاء الله. هدايا من كل صنف ونوع عشان تعرفي ايش الفرق اللي بيني وبين واحد ثاني. ولد اختي هذا لك كلام النجوى بس. خالي شوي شوي على نفسك، شوي شوي على نفسك. انا عارفك انت زاهب زاهب حق استقبال الهدايا وحاط عيونك على هالعلب من مساعه، لكن ما مشكله، جبت لك هديه ثمينه. الله لا يحرمني منك يا ولد اختي، الله لا يحرمني منك. اما انت يا زوجة خالي، يا زوجة الشفاط الكبير، جبنا لك هدية، هدية ثمينة جدا. تفضلي. انت تفتكر ايش؟ هذه الطريقة تخليني ارضى بك؟ ترضي وغصبا عليك. انا دفعت دم قلبي وراح ادفع 60-70-80 ألف، هذه فلوسي وانا حر فيها، بس انت وافقي. يلا يا مريم يلا، تأخرنا، بسرعة حركي. بسرعة يا مريم. على وين يا عرسان؟ على وين؟ رايحين نشتري الشبكة. الله. هاي تعال. هاي حكم القوي على الضعيف يا يمع. أنا ما أخذ إجازة من الشغل عشان أتزوج. ومتى الزواج إن شاء الله؟ متى يا عمي؟ قريب قريب إن شاء الله. قريب قريب. من 26 سنة مضت يا يمع. يعني الزواج كان بث الرجع يا عمي. ها يلا صالح، يلا تأخرنا. خلا خلا من بهان، خلا مستعجل. خلا من بهان، خلا من بهان. ما حد ورطني غيرك انت يا ابو الدواهي. ما عليك لك، ما عليك. ما عليك. مبروك يا عم المقدمة، مبروك. خلا من بهان. يلا صالح تأخرنا. ان شاء الله ان شاء الله. ها ما كان لازم نخليهم يروحوا وحدهم، ايه بيقولوا عين الناس الحين بالله عليك. ها يا جمعه لا تنسى ان نحن في زمن الطبخ والدفع والاكل في وقت واحد. ولا تضحك على نفسك يكون احسن. معلوم؟ مع جمعة في هالبريد.
الايمان. Come on.